السلام عليكم، معكم ألف على الشارك بالخير وعافية. اليوم بيكون على أقوى استراتيجية تاون هول 8. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا أقوى استراتيجية في تاون هول 8 استراتيجية البيكا. طبعا والجيش لازم يكون كامل بيكا، بس أنا عملت سحرة علشان الدعم. إذا في دعم جوي لازم نقضي عليه بالسحرة. خصم تاون 8 ماكس دفاعاته أفضل خصم نقدر نهجم عليه. في البداية نطرح الملك عند السكنات عشان ينظف. بعدين نطرح الآرشر عشان نشوف إذا في دعم. نطرح ساحل للتنظيف. نطرح الزلزال بالكامل في هذه الجهة عشان نفتح أكبر منطقة. نطرح البيكا. نطرح بيكا للتنظيف مع 20 سحرة مع البيكا أضيف الدعم. ننتظر لما الجيش يوصل للمنتصف عشان نطرح غضب عشان الجيش يكون أسرع. نطرح الآن غضب. إلى الآن حلوين. طبعا جيش البيكا بيعتبر جيش قاضي. شوفوا كيف نمسح التصميم بكل سهولة. نطرح غضب في هذه الجهة عشان يكون أسرع. الجهة ما تحتاج، نص البيكا موجودين. البيكا الماكس بيكون قوتها ضاربة الصراحة، كسر الجدار ضربتين بس. إلى الآن الجيش ماشي في السليم، بنمسح الآن بكل سهولة. ما عاد باقي غير الساحر وننظف باقي المباني فقط، باقي دقيقة وعشر دقائق وعشر ثواني. أنت تتكلم قد سرقوا في البناء، وهذا بينظف البيكا بقية الدفاعات. بقية البناء ثاني ان شاء الله بنمسح يصل للبيكا. البيكا بطيء في السيل. وصل الجيش خلاص، ضمننا المسح. ثلاث نجوم بكل سهولة بالبيكا. جمل عودة، جمل اوكي. هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك، ولا تنسوا تكتبوا لنا اقوى استراتيجية تاون هول 9. ومع السلامة.